السلام عليكم. زمان كانت اكبر مشكلتي مع اخواتي ان احنا كلنا بنات فكلنا بنلبس من لبس بعض، فانا كنت اكون مجهزه العبايه وكوياها والاشارب ومحضراه وكله تمام، وتيجي اجي تاني يوم الصبحيه وانا رايحه الشغل ابص على حاجه ما الاقيهاش، اتاري مثلا اختي الثانيه لقت الاشارب مكوي وجاهز وتقوم واخداه ونازله، وانا بقى اخبط راسي في الحيطه. وصل الامر بيا ان انا ممكن اتخانق مع اختي عشان خاطر اخدت الدبوس وانا لايقه الطرحه بس مش لاقيه الدبوس. وكانت امي تقعد تقول لي معلش يا اسماء بكره تتجوزي عندك بيتك وحاجتك والكلام ده كله. اتجوزت وبقيت فرحانه، انا جبت طفلين مش بنتين، فمحدش هياخد حاجتي. الحقيقه ان الولاد بيطلعوا فوق الكراسي وفوق الحاجه ويجيبوا علبه دبابيس اياها ويقوموا نطورينها على الارض، يقوموا شدين العقد فارزينه على الارض، فاتحين صباع الروج ملغوصينه. فخلاص انا فقدت الامل، لا قبل الجواز ولا بعد الجواز. فيا بنات ما تتعشموش ان انتوا لما تتجوزوا الامور هتتصلح، فعيشوا اللحظه، بس اهم حاجه ما تتخانقوش مع اخواتكوا عشان خاطر دنيا فانيه. يعني اختك اخذت الحاجه بتاعتك، خد انت حاجتها، ما تتخانقيش، تاني بسيطه.